ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، هيبقى عندك قدرة كبيرة انك تحقق اي حاجة انت حاببها. مش هتهتم باللي انت بتعتقده، الاخرين هيتظاهروا بانتقادك بس للي بيجعلوك تحس من خلاله باحباط. انت في اعماقك بتعرف ان عندك روح للموهبة وهتستمتع بثقتك بشكل كبير في نفسك. اما بالنسبه للاموال هتبقى في صعود وهبوط عندك، لكن مفيش حاجه من شانها تخليك قلقان. في فرص انها تحصل النهارده، في نفقات غير متوقعه لكنها هتبقى مرتفعه. ميزانيتك دقيقه، هتحدد بيها اولوياتك ممكن تتعامل بيها بسهوله. خلال الايام الجايه هتبقى منشغل بقضايا حياتك المهنيه، وهتبتدي تهمل اسرتك وعلاقتك في اليوم ده. في الوقت ده هتبتدي تبقى عندك جوانب كتير من حياتك فيها مطالبة بكتير من الوقت، لازم تهتم بكل القضايا دي عشان ما تسببش ليك مشاكل في المستقبل. لازم تدرك ان عندك حاجة انك تحافظ على لياقتك وتبقى شاب وتبعد عن كل الأطعمة السريعة. هتبقى منغمس كتير في تناولك للأطعمة، وهتبقى جاهز انك تاخد خطواتك للوراء وتجهز كل الحسابات اللي انت بتعملها. هتعمل رحلات قصيرة لأسباب مهنية وشخصية، على الرغم من انه من السهل عليك انك تقوم بكل رحلاتك في الوقت ده، الا انك هتتمكن من انك تقوم بنتائج مواتية بالنسبة ليك. هتتعرف على كرمك بشكل كبير قبل اي شخص عندك عشان تتعرف عليه سابقاً.